أعتقد أن الموقف الفرنسي الشجاع الذي عبرت عنه الدولة الفرنسية مؤخرا هو موقف لا يمكن أن نمر عليه مرور الكرام. لماذا؟ لأن الدولة الفرنسية هي دولة عظمى، دولة كبرى، دولة هي دائمة في مجلس الأمن. إذا هذه الدولة قد عبرت بما، لأن هي الدولة أصلا هي التي تعرف حقيقة النزاع، هي التي توفر على الوثائق، هي التي احتلت المغرب يعني وقبل يعني أن يتم تجريده من صحرائه. إذا هي لديها حقائق دالة كبيرة تؤكد على مغربية الصحراء. إذا هذا الموقف الفرنسي الشجاع الذي عبر عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل يعني ماكرون يعني هو موقف شجاع وعبر عليه أيضا بشكل رسمي حتى أمام البرلمان المغربي. إذا نسجل بفخر واعتزاز يعني قوة هذا يعني هذا الموقف الفرنسي، وما هو ما جاء إلى استجابة إلى الدبلوماسية الحكيمة التي يقوم بها صاحب الجلالة منصور بالله في هذا الإطار. وبالتالي سوف أن هذا الموقف الفرنسي سوف يكون دافعا وحافزا لبقية الدول الكبرى الأخرى لأيضا تأكيد على نفس الموقف، وأعتقد أنها سائرة في هذا الإطار على اعتبار أن الدول العظمى الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية قد اتخذت هذه الخطوة، إسبانيا كدولة عظمى قد اتخذت هذا الموقف، 30 دولة يعني تضع تمثيلياتها بمنطقة بالعيون وكذلك بالداخلة، الموقف العربي كله يؤكد على مغربية الصحراء. إذن هنا أعتقد أن الخصوم الوحدة الترابية قد استنفذوا يعني كل محاولات للتأثير على الرأي العام الدولي في هذا الإطار، لأن اعتراف فرنسا بخصوص فهي لا تعتبر بمثابة ضربة قاضية، بل هي أكثر من ذلك تعتبر بمثابة إنهاء هذه الأزمة التي عمرت لسنوات بطبيعة الحال بدعم من جهات خارجية. أعتقد أن المغرب حقق نجاحات باهرة، وأنه بطبيعة الحال هذا الموقف الفرنسي أكيد أنه سوف تتبعه اعترافات أخرى من دول أوروبية، ولكن أيضا حتى من دول أسيوية كبرى وعظمى التي تمتلك قوة اقتصادية عظمى. أعتقد أنه التنافسية التي يتمتع بها المناطق الجنوبية والإمكانية الاقتصادية التي تتيحها واعتبرها بوابة لإفريقيا وأمريكا عفوا لإفريقيا وأوروبا، أن ذلك بطبيعة الحال يعتبر نقطة إيجابية ويعتبر من يعني يحفز على تحقيق استثمارات كبرى. كل ذلك يؤكد على شرعية الصحراء المغربية وأن المغرب في صحرائه والصحراء في المغربية. ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديرو جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.